أشاد الجمهور المصري بعدد من المحافظات باللاعبين وأدائهم خلال مشوار البطولة الإفريقية بالكاميرون، مشيرين إلى تواصل دعمهم الكامل للمنتخب المصري حتى الوصول إلى كأس العالم في قطر. اللعبة رجالة أدل عليهم، وفرقة قد الله مش أفعل، وبإذن الله هنقابلهم في كأس العالم وهنوصل كأس العالم على حسابهم إن شاء الله. الحمد لله أدوا وأدي المسؤولية، وإن شاء الله منتظرينهم في شهر مارس إن شاء الله في نفس الفريق والصعود لكأس العالم إن شاء الله، وكلنا ورا مصر، كلنا ورا رجالة مصر إن شاء الله للصعود لكأس العالم. والله المنتخب عمل كل اللي عليه النهاردة والحمد لله، بس إن شاء الله هنعوضها ونكسب السنغال ونوصل كأس العالم. كان فوز مستحق لمصر، وهارد لك المصري ان شاء الله في كاس العالم.